بعد أن كانت منطقة عبور تحولت الجزائر إلى مستقر للمهاجرين غير الشرعيين الأفارقة من مختلف الجنسيات عبر دول الساحل التي تشهد توترات ونزاعات أمنية، وهو الأمر الذي يستدعي استراتيجية جديدة للتعامل مع الوضع. العدد اللي ربما اللي راه يوصل سنويا حوالي 30 ألف مهاجر سنويا، اللي راه يعني توصل إلى الحدود وتتنقل على عبر هذه الشبكات الإجرامية وتدخل إلى التراب الوطني. عندنا حوالي 42 جنسية أفريقية اللي توصل إلى كراوندو ناسيوناليتي أفريكان، اللي راه توصل إلى الجزائر، وهذا عدد كبير جدا. وسمعته ممثل تاع الأورغانيزاسيون مونديال لا ميغراسيون يقول بلي العدد تاع المهاجرين اللي راه يوصل الجزائر يعني اكثر من العدد اللي يوصل الى 28 دولة أوروبية. تكييف الإطار القانوني احد اهم الجوانب التي يركز عليها الخبراء لوقف زحف الهجرة غير الشرعية نحو الجزائر. الاقتراحات بالنسبة للنصوص القانونية، مراجعة قانون 08011 اللي هو ركيزة الجزاء الإداري، ركيزة تنظيم مرور الأجنبي على إقليم الجزائر، مراجعة قانون العقوبات، لأن قانون العقوبات كأن الهجرة غير الشرعية أو الغير قانونية اللي موجودة في قانون إداري لا تعنيه. طرحنا بإلحاح إنشاء لوفيس ناسيونال دو لوت كونت ليميغراسيون كلانديستين. أنا الجزائر يعني هذه الهيئة لمحاربة المنظمات الإجرامية اللي في المختصة في تحويل المهاجرين إلى الجزائر، هذه هيئة يعني هامة جدا واستراتيجية للجزائر. من بين الحلول المقترحة للحد من الظاهرة تكييفها بشكل إيجابي من خلال الاستفادة من المهاجرين غير الشرعيين وفق متطلبات البلاد، خاصة فيما تعلق باليد العاملة. عكس ما نعتقد، المهاجرين من بلدان الساحل يمثلون مورد بشري يتمتع بعدة مؤهلات يمكن استفادة منها. الإحصائيات التي قدمتها بيّنت بأن الذين يأتون إلى الجزائر معظمهم من الفئات التي تملك قدرة قوة عمل، ويملكون مستوى تدريسي علمي ما بين المتوسط والثانوي ونسبة من الجامعي. تدني خط الفقر وحدة التوتر يتصاعدان في دول الساحل بشكل أكبر، مما ينذر بتدفق المزيد من المهاجرين غير الشرعيين على الجزائر، ما يتطلب دراسة عميقة لإيجاد حلول للظاهرة.